للمزيد حول حادث القصر العيني الإرهابي ينضم إلينا هاتفيا اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق. بعد التحية سيادة اللواء، في البداية كيف تابعت حادث القصر العيني والذي تبين أنه ناتج عن عمل إرهابي جبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي بداية أن أبدأ بتقديم تحية الإكبار والإعزاز لكل شهداء الوطن، وأن أدعو الله أن يتعافى المصابين سريعا ويعودوا إلى ذويهم في خير وسلام إن شاء الله. اللهم آمين. بالنسبة لما تفضلت حضرتك وأردت أن نجد أن احنا أمام نشاط يقوم على إيجاد شكل من أشكال الوجود من خلال عملية عنيفة في مناسبة خاصة أو مع اقتراب مناسبة خاصة، لأنه من الواضح أو من الممكن استقراءه من بيان وزارة الداخلية أن هذه العملية كانت مقرر أن تتم في مكان آخر وتوقيت آخر، ونحن في مناسبة خاصة، مناسبة دينية خاصة، وهي عيد الأضحى المبارك. وهذه المناسبة الخاصة بتتطلب تواجد عدد كبير من المواطنين في أماكن العبادة في ساعات محددة، وما مسجد الروضة ببعيد. فمن هنا حنقول انه دي مناسبة خاصة، انه هذه المناسبة الخاصة من اجمل التوقيتات التي يحتاجها العنصر المخطط الارهابي، لانه هيبقى الناس كلها موجودة فيها، ناس كتير، هيبقى في الفضائيات الكاميرات موجودة، هيبقى في الهدف انه عايزه، هو عايز يعمل ايه، هو عايز يجهض التحرك المصري نحو المستقبل الأفضل من خلال أنشطة مختلفة، سواء اقتصادية أو سياسية أو شبابية أو رياضية، وعايز كمان يعمل شرخ ما بين ثقة المواطن والثقة الخارجية في مصر والمصريين، عايز كمان يخلي هناك دعاية موجودة من خلال هذا العمل العنيف، فأنه هو ما زال بقيا وهو ما زال متحكما في المناخ العام والاستقرار المصري. ودي كلها لم تغيب إطلاقا ولن تغيب عن المخطط الأمني. الأمن يضع في اعتباره اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللي بيها لا يتم اتخاذ أي أو لا تتم عمليات في المناسبات الهامة اللي ممكن نتعرض لها. ليه؟ لأنه ده تخطيط واضح جدا، ودي عملية شاء الله العلي القدير أن تتم بهذا الشكل وتجهض. بس حقيقة هناك ضحايا كثيرين جدا، وده أنا بعتبره حافز للمواطنين، لأنه هذه لا تعني إطلاقا أنه لا توجد عملية احتواء للأنشطة الإرهابية، ولكن هذه تعني أن هناك نوع معين من الرغبة في التعبير عنهم ليسوا محتوون، والتعبير ان المجتمع كله حاليا في حاله انزعاج ولفظ لمثل هذه التحركات. ومن هنا انا اناشد المواطن المصري الشريف انه لا يبخل باي معلومات لاجهزه المعلومات خاصه بكل ما يشاهده او يشك فيه من انشطه مناهضه او انشطه او عمليات غير طبيعيه بيتم التخطيط لها، وانه لازم نكون قدامنا شيء مهم جدا، احنا لازم يقود الاعلام، الاعلام لازم يقود عمليه انه لا عاصم لنا اليوم كمصريين الا في تمسكنا بوحدتنا الوطنيه وسلامنا الاجتماعي وبقيمنا الاصيله التي تربينا عليها والتي ان شاء الله ستقودنا الى مستقبلنا الذي نستحقه. نعم سياده اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخليه الاسبق، شكرا جزيلا لك.